في حصيلة غير مسبوقة، ليبيا تسجل أزيد من 4000 إصابة بكورونا. خلال اجتماع موسع، دبيبة يقف على استعدادات وزارة الصحة خلال عيد الأضحى وخططها لمجابهة الفيروس. وسط تفاقم الوضع الوبائي، انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في البلاد. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الرابعة من قناة ليبيا وتتابعون فيها أيضا. المفوضية الوطنية للانتخابات تتعهد للليبيين بتحقيق استحقاق 24 من ديسمبر. في التفاصيل، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ دخول الجائحة إلى البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من 4000 إصابة وحوالي 650 حالة شفاء و28 حالة وفاة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. حصيلة كارثية سجلتها ليبيا أمس من الإصابات بفيروس كورونا بعد أن شهدت تضاعف عدد الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة. ارتفاع خطير ومستمر رغم الإجراءات الاحترازية التي تنادي بها الحكومة والجهات المعنية، ورغم الإغلاقات الأخيرة التي طبقت وسط تساؤل الشارع حول أسباب ارتفاع الإصابات. المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تسجيل 4061 إصابة بالفيروس، رقم تسجله البلاد لأول مرة منذ دخول الجائحة أراضيها. وحسب المعطيات والتصريحات الأخيرة لعدد من المسؤولين، فإن هذه الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة للإصابات جاءت بسبب دخول المتحور دلتا والذي يعرف بسرعة انتشاره. ليبيا سجلت أمس 651 حالة شفاء و28 حالة وفاة، حيث أظهرت التحاليل المعملية سلبية 5866 عينة، فيما تأكدت إصابة 4061 عينة، منها 2897 جديدة و1164 مخالطة. وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلي منذ ظهور الوباء في ليبيا إلى 221495 حالة، منها 43778 حالة نشطة حتى الآن. إعادة الحياة إلى طبيعتها أصبح أملاً تبدد من كثرة الإحباطات المتتالية التي يعيشها الشارع الليبي وسط إهمال بعضه وعدم وعيه بالخطر المحدق به. وللحديث عن الوضع الوبائي في ليبيا ينضم إلينا عبر الهاتف صالحين مجيد، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا. سيد مجيد، بعد الترحيب بك، كما تابعنا ليبيا تسجل أكثر من 4000 إصابة، وبذلك تكون قد سجلت خلال 24 ساعة ضعف العدد آخر إحصائية للمركز. بداية، ما هي الأسباب لهذه القفزة الكبيرة والنوعية لهذه الإصابات؟ أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعاً هذه المنطقة الغربية تفقد إحدى كيلوغرام الحالات، طبعاً زيادة بالنسبة للحالات في مدة 49%، وهذه أول مرة تفقد الحالات الحالات الموجبة للحالات إلى هذه النسبة من 40%. نعم. وتعتبر هذه النسبة نسبة عالية. نعم. طبعا المناطق الغربيه تلاحظ المنطقه تتفقد اكثر من الحالات، ثم الزاويه. نعم. طبعا كثير من الاصابات بعض الاصابات، ومنها تحسين التطعيم مناطق الساكنه التي هي اكثر عدد الحالات، وطبعا تتفقد كثير من الحالات على اخذ التطعيم.
وكذلك الوضع الغير النظام المدير في حد صحيح حتى يتم السيطرة على هذا المكان. طبعا الأمانة الأمان في هذه الفترة نعم الحذر الناس لا إثناء تبرع بجسدي والابتعاد عن المسافات نعم وخاصة العيد بمناسبة العيد المبارك يجب على الناس صلاة العيد يجب عليه اتباع الكلاب لأن أصبح كثير وأصبح مهم جدا جدا أن نحن فيهم اتباع الكلاب في الآية السامة نستطيع أن يكون هناك ضغط جديد دولة في الله الشيء الثاني التشجيع عن بعض التضحيات يجب على الناس تضيع رقم المستشفى جدا جدا في هذا. طيب سيد مجيد الارتفاع هذا الكبير لأعداد الإصابات هو دليل يعني لا محالة إلى دخول المتحور دالتا إلى ليبيا والمعروف بسرعة انتشاره، هل هناك إجراءات صارمة للتحدي أو للمواجهة هذا المتحور سواء على مستوى الصحة أو يعني الإجراءات التي يتم اتخاذها سواء على مستوى التطعيم أو الإجراءات التي تطبق على أرض الواقع خصوصا مع عيد الأضحى المبارك؟ طبعا الإجراءات التي اتخذت على أرض الواقع اللي هي تقسيم الأقاليم إلى الساخنة بزياده وزير الامتحانات منذ قليل تم دعمها بالتطعيم وتكثيف التطعيم في هذه المناطق ودعمها بالاكسجين والاحتياجات رائحه العزل وهذا الامر طبعا مهم جدا للمناطق الساخنه. اما الامراض الغير الساخنه فيجب دعمها وجعلها متاهبه ومستعده لما هو قادم. نعم صالحين مجيد نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مع وزير الصحة علي زناتي وعدد من الوكلاء في الوزارات ومديري المراكز وأعضاء اللجنة المكلفة بالمواطنين العالقين في تونس، وذلك لمتابعة الوضع الوبائي والوقوف على استعدادات الوزارة خلال عيد الأضحى المبارك وخططها حال تفاقم الحالة الوبائية. وأكد الاجتماع عودة المواطنين العالقين في تونس عقب تأكد من سلبية فحوصاتهم من فيروس كورونا وحجر من ثبت إصابته بالفيروس في فنادق على نفقة الحكومة الليبية إلى حين شفائهم التام. كما اطلعت بيبة على عدد من مراكز العزل بمدينة طرابلس وكيفية سير العمل فيها ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المصابة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها بيبة رفقة وزير الصحة ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض لمراكز العزل، حيث أوعز إلى وكيل وزارة الصحة بتسديد مستحقات العاملين في المراكز دون أي تأخير. أدوات تواصل فرق الرصد والتقصي بمركز الفلترة ببلدية المية أخذ المسحات للمواطنين من مكان البلدية والمناطق المجاورة رغم قلة الإمكانيات. مدير مركز الفلترة بالبلدية ناشد وزارة الصحة بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وصرف مكافآت للعناصر الطبية والعاملين بمركز الفلترة وتوفير مولد كهربائي للمركز من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. عدد المسحات اليومية من 80 ل 130 140 مسحة في اليوم. طبعا جل المسحات مش مقتصرة على بلدية المية فقط، يعني من البلديات المجاورة سواء من طرابلس من أنزور من الزاوية من باطل الجبال. يعني الوضع يعني تشوف فيه الوضع كيف وبائي، يعني ننشد وزارة الصحة بالدرجة الأولى ننشدها قصدي بالنظر بإعادة النظر في العاملين إداريا وطبيا بالتحديد، لأن صار لنا عزوف غير عادي في الموضوع. يعني في النهاية ما قصرنا الشباب بأمانة سواء من البلدية ولا من خارجها، ما قصروش في خدمة ناسهم ومش حيقصروا إن شاء الله، لكن نناشد وزارة الصحة بالدرجة الأولى لصرف مستحقات العاملين والنظر في الموضوع هذا بالدرجة الأولى.
أعلن مركز مصرات الطبي إغلاق مقر فريق المسح الوبائي بالمركز نتيجة إصابة كامل كوادره الطبية بفيروس كورونا. وأوضح المركز في بيان له اليوم أن وحدة التشخيص الجزئي ستعمل على استقبال عينات المرضى والمسافرين من فريق الرصد والتقصي خلال فترة إغلاق المركز، مشيرا إلى أنه يعمل على توحيد منظومة الرصد والتقصي على مستوى بلدية مصرات خلال الأيام القليلة. وبالرغم من تمكن القطاع الصحي المتهالك في البلاد من التماسك لفترة وجيزة، إلا أن المستشفيات في ربوع البلاد لم تعد قادرة على استيعاب حالات الإصابات المتزايدة في ظل غياب أي تحركات حقيقية لوزارة الصحة التي لم تتجاوز قراراتها كونها حبرا على ورق. كاسرا حاجز 4000 إصابة في ليبيا في يوم واحد، يستجمع كوفيد 19 أنفاسه للمهاجمة من جديد دون أن يسمح للقطاع الصحي في ليبيا أن يلتقط أنفاسه أو الاستعداد لتهديد الفيروس المراوغ في الوقت الذي لا تزال فيه الألغاز محيطة بهذا الوباء القاتل. بلديات ليبيا تعاني من نالوت أقصى الغرب إلى شكشوك التي أعلنت خروج الوضع عن السيطرة، صعودا لمسافة قصيرة إلى جادو التي حذرت من صعوبة الموقف واقترابها الوشيك من حدوث كارثة بيئية، إلى سرمان وصبراتة التي لا يزال مركز العزل فيها بإمكانيات وجهود فردية يتحدى الصعاب وسط تدفق الحالات المتزايد عليه من داخل وخارج المدينة. نقص حاد في الأدوية وقدرة الاستيعاب السريري تخطت كل الحواجز في كل بلدية ليبيا، والنقص الأكبر يكمن في توفير اسطوانات الأكسجين، وهو ما يعتبر آخر أمل ضحايا الفيروس حتى يتمكنون من مقاومة محاولته الفتك بجهازهم التنفسي. في أوقات الكوارث والأوبئة والجوائح تعلن الدول حظر التجول، تركض الأسواق، تتعطل المدارس، وتتعالى صيحات التحذير خليك في حوشك، صيحات قد تصلح مع بعضهم ولكنها لن تصلح للأطقم الطبية من أطباء وممرضين وجدوا أنفسهم على خط النار. هؤلاء هم ضحية أخرى لإهمال وزارة الصحة والحكومة وتخليها عن مسؤولياتها، تاركة إياهم في مواجهة الوباء دون أي إمكانيات والتخلف عن دفع رواتبهم لأشهر، الأمر الذي تسبب في هجرتهم من مراكز العلاج وتركها فارغة، ما وصفها البعض تغريدة البجعة الأخيرة مع عجز قطاع الصحة. انطلقت أمس بمدينتي زوارة وزليتن الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك يمثل استجابة سريعة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبب ارتفاع معدل الإصابة بالمدينتين. وحسب مركز مكافحة الأمراض فإن الإقبال على التطعيم كان جيدا بمتابعة من فريق خبراء المركز. هذا وأفاد مدير إدارة الخدمات الصحية بالزاوية خليفة المبروك بانطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا إلى الزاوية بعد انتشاره بشكل كبير، ما دفع الأجهزة الصحية في البلاد إلى التحرك تحسبا لتفاقم الأزمة الصحية، علما أن بلدية الزاوية شهدت إقبالا كبيرا من السكان على حملة التلقيح تلك، والتي تستهدف تطعيم 10,000 شخص وسط إجراءات احترازية مشددة. ولليوم الثاني على التوالي تواصل مديرية أمن الجفارة والحرس البلدي تنفيذ الحظر الجزئي من 8 ليلا وحتى 8 صباحا بمدن البلدية، والذي بدأ تنفيذه من 16 من الشهر الحالي، وتنفذ المديرية إغلاقا تاما للمقاهي والأسواق الشعبية وصالات المناسبات. اليوم الثاني يواصل جهاز الحرس البلدي مع مديرية الأمن الجفرة بتطبيق الحظر، والحمد لله فيه تعاون من المواطنين، ونطلب من جميع أصحاب المحلات الوقاية الاحترازية والإجراءات الوقاية من الكورونا. أكدت بلدية سرت في بيان لها عودة تطعيمات وأدوية السكر إلى بلدية سرت بمتابعة من عميد البلدية بعد غياب دام لوقت طويل، وستبدأ الخدمات الصحية في توزيعها على مستحقيها، وتستلم المراكز والوحدات الصحية اليوم تطعيمات الأطفال، وستباشر عملها بتطعيمهم عقب عيد الأضحى المبارك.
تعهدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشعب الليبي بالانحياز التام لخياراته وتطلعاته بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم في موعده المقرر في 24 ديسمبر. وأكدت المفوضية في بيان لها اليوم أنها السلطة الانتخابية السيادية في الدولة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس لعام 2001، معربة عن أسفها لما تتعرض له من حملات معارضة هدفها النيل من سمعتها وعرقلة جهودها لنشر ثقافة الديمقراطية. هذا والتقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بمكتبه وفدا يضم مكوني توارق وتبو الذين استعرضوا المعوقات التي تواجههم وسبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات. هذا وأكد أعضاء الوفد أن بناء الدولة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة، منبهين إلى أنهم في الجنوب الليبي يتابعون إنجازات المفوضية نحو الوصول إلى إجراء انتخابات 24 ديسمبر في موعدها. هذا وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين في ليبيا بلغ 2,375,531 ناخبا. وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن إجمالي عدد المسجلين الجدد بلغ حتى 17 من هذا الشهر 35,435 ناخبا. إلى ذلك تستمر الحملة التوعوية للتسجيل بالانتخابات بإدارة مكتب غدامس الانتخابي بالتعاون مع فوج كشاف غدامس. وتخلل الحملة توزيع مطويات توعوية حول المشاركة والتسجيل في الانتخابات، إضافة إلى تركيب لوحات إعلانية لكيفية التسجيل في سجل الناخبين في المدينة. استنكر عدد من القوى السياسية وحراك ورشفان المستقبل أمس في بيان لها تقسيم المفوضية العليا للانتخابات البلاد إلى دوائر انتخابية وتحديد عدد مقاعد كل منها في مجلس النواب القادم، مشيرة إلى أن هذا المقترح يشكل إجحافا لحقوقهم السياسية وإعاقة للانتخابات، أو مقصده دفع الناس نحو اللامبالاة للمشاركة بالعملية الديمقراطية. تقرير الآتي والتفاصيل. جدل مستمر ومتجدد في سبيل إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة في ديسمبر وصل اليوم إلى استنكار طال مقترح مفوضية الانتخابات القاضي بتقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية وتحديد عدد المقاعد في مجلس النواب القادم. هذا ما تضمنه بيان القوى السياسية والاجتماعية وحراك ورشفان المستقبل، والذي أكدوا فيه على إيمانهم بأن التغيير السلمي للمسار السياسي خيار استراتيجي. القوى السياسية وحراك ورشفان المستقبل شددوا على أن المقترح كان صادما ومخيبا ويهدف إلى إعاقة إجراء الانتخابات أو دفع الليبيين نحو اللامبالاة بالمشاركة السياسية، موضحين في استنكارهم للمقترح أن المفوضية لم تكتفي بتغيير اسم دائرة العزيزية، بل قام بتجزئتها وبخسها حقها في تخصيص عدد من المقاعد لا يتناسب حجم الكتلة الاجتماعية وتعداد سكانها، فيما أعطى هذا المقترح مناطق أخرى مماثلة لورشفانة بعدد السكان أو أقل منها عددا أكثر من المقاعد. وبالخصوص طلبت القوى كل السلطات والمؤسسات والهيئات المعنية باحترام المعايير المحلية والعالمية في توزيع المقاعد لكل دائرة انتخابية لتمثيلها في مجلس النواب القادم وفقا لعدد السكان، مع مراعاة الحدود الإدارية لكل دائرة انتخابية واحترام خصوصية الاسم من الناحية الإدارية والتاريخية. البيان دعا المعنيين إلى احترام المعايير الدولية والقيم المحلية لضمان حق المواطنين في التصويت والمشاركة السياسية دون تمييز أو إقصاء، كما دعا أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة بالدائرة الانتخابية العزيزية إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان حقوق ناخبيهم، مطالبين ببقاء العزيزية كدائرة انتخابية مستقلة. وفي ختام البيان وجه الحراك والقوى السياسية منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخاصة بالمرأة إلى تحمل مسؤولياتهم في تعزيز دور المرأة في الانتخابات القادمة ودعم من يمثلها في مجلس النواب القادم.
اتفق أعضاء لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، والذي من المفترض أن يتوصلوا من خلاله إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي. يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد نظمت الجمعة اجتماعا افتراضيا للجنة التوافقات من أجل مواصلة الجهود الرامية لإيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات بما يتماشى مع خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي. قالت السفارة الأمريكية في ليبيا أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلسي النواب والدولة أمام فرصة تاريخية لتلبية رغبة الليبيين في إرجاء البلاد والمطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبل البلاد. وأضافت السفارة في تغريدة لها اليوم أنه بعد الاجتماعات في برلين ونيويورك بات جليا أن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق التي صنعها الليبيون من أجل عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 من ديسمبر. دعا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ووريبرغ كل من روسيا وتركيا والأطراف الأخرى إلى سحب قواتها المرتزقة من الأراضي الليبية لما تشكله من خطر على الليبيين وسيادتهم. ووريبرغ وفي تصريحات صحفية أكد مسألة عدم قدرة الأطراف الليبية التركيز على الإجراءات اللازمة قبل الانتخابات في ظل وجود القوات المرتزقة والمقاتلين الأجانب. نشرتنا متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل قصير. أسواق الأضاحي تعج بالمواطنين قبل يوم من عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. سلم ديوان المجلس الرئاسي تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي بشكل رسمي لمكتب المحافظ في طرابلس الصديق الكبير ولمكتب نائب المحافظ في البيضاء علي الحبري. الجدير بالذكر أن شركة ديلويت العالمية المتخصصة في التدقيق المالي قد عملت لمدة عامين على مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء من أجل استعادة الثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة ظروف ملائمة لتوحيد المؤسسات المالية. حدد مصرف الصحارى فرع المايا سقف السحب لعملائه ب4000 دينار للساحب الواحد. وأوضح مدير المصرف لقناتنا أن عدد الحسابات الجارية في المصرف بلغ 25000 حساب جاري. اليوم العمل ما مستمر، السحوبات الأمور تمام، السحوبات سقف من 3000 ل4000 لل5000 دينار، واللجنة الأمنية معنا متعاونين والأمور ماشية تمام، والمرتبات نخدم يعني العمل مرتبات ماشي تمام إن شاء الله. لكن عندنا مشكلة زي ما تعرفوا، القطاعات العامة جابوا لنا المرتبات آخر يوم اللي هو يوم الخميس، لأن يوم الخميس احنا جابوهم بنبعتوهم ضروري في شيكات خارج البنك تبعتهم خاصة، والعمل اليوم المصرفي
في المرتبات يتطلب يومين أو ثلاثة باش يمشوا، فسببت لنا مشاكل كبيرة. معنا جايبها لي الخميس يعني الحافظة ما نقدرش نمشاها، ما عادش نقدر نمشاها في المقاصة، المقاصة مقفلة والناس تجي هنا تعرف المصرف بس. فيا ريت جهات العامة ديما تستعجلنا في المرتبات. وعندنا مشكلة التضامن، وهي هذه الشريحة يعني الشريحة هذه مفروض أول ناس يجيبوا لهم مرتباتهم، جايبينهم ليوم الخميس. يعني أو عندي تو الشيك بعثناه في المقاصة كاتبين لي ليه الرجوع إلى السحب، معناها ما عندهمش رصيد في حسابهم. فهذه والله نقطة، والناس قاعدة تكي ما غير فلوس ويلوموا فينا احنا البنك، واحنا البنك الله غالب ما عندناش بديروا له، ما دام ما عندناش رصيد ما نقدرش نخدموه من المرتبات. هذه بالنسبة للمشاكل. بالنسبة للقطاعات الثانية الأمور تمام، والسحب ممكن قناة ليبيا صورت لكم السحب منتظم، ونشكر جميع الأجهزة الأمنية والمجلس البلدي متعاون معاي، وبإذن الله مش هنسكروا إلا ما ياخذوا فلوسهم من الناس الموجودين. وقبيل عيد الأضحى المبارك اطلع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال جولة ميدانية في سوق المواشي رفقة جمع من المسؤولين على آراء المواطنين حول أسعار المواشي تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، حيث طالب عدد من مربي المواشي بضرورة السيطرة على أسعار الأعلاف التي تتسبب في ارتفاع أسعار الأضاحي. بدوره أكد الحويج أن مثل هذه الزيارات الميدانية تهدف إلى تحديد مواطن القصور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. هذا وتشهد أسواق الأضاحي في عدة مدن زخما واسعا خلال هذه الأيام تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وبالرغم تشديد الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، رصدت عدسة قناتنا إقبال المواطنين الكبير على أسواق الأضاحي ومستلزمات العيد، حيث استطلعت عددا من آرائهم حول الأسعار وتوفير الاحتياجات. والله اسعار معقوله مش خاطئه، كويسه يعني في مقدور الجميع، خاصه تو السيوله ما شاء الله 2000 جنيه 2000 دينار يقدر ياخذ 1200 1900 1200 1300 كويس ممتاز معقول جدا. والله كيف بعضها تقريبا، بس ان شاء الله ما شاء الله كويس، حتى السعي كويسه ان شاء الله الله يبارك. ولكن المواطن تو يجيك ما هوش عارف غلاء العلفه، ولا عارف غلاء الراعي، ولا عارف المعاناه، ولا تعب السعي، كلهم مش عارفين العرض. يعني يجيك يقول لك والله ليش ب 15؟ والله ليش ب 14؟ والله ليش ب 13؟ هو ما يعلم عليه راعي ب 1500، ما يعلم عليه ارض تجرها، ارض كانت تراب نجروا فيها ب 1000 جنيه تو ب 5 6000 جنيه. المزارع السنه اللي عند 100 105000 جنيه ب 40000 50000. يعني الدوله ما هيش ملتفته للمواطن انها بيش الموال هذا تجيب له شيء علافه ولا تجيب له حاجته. كلام هذا ما فيش. صار فين غلط طبعا طبيعي يعني، لكن ما تقدرش تحكم عليهم لان هم واخذين علفه وناس ما عندهمش علفه ما عندهمش نحكم عليك، لكن السعر والله غالي بصراحه. بالنسبه للمواطن اللي راتبه بسيط والله السعر غالي جديت. يعني صار انت فلوسك هذا في ب 800 وفي ب 1100 وفي 400 800 اللي حسب الظروف. يعني على السعر فلوسك تاخذ. ما تفكرش انك تاخذ حاجه كبيره معنا ب 2000 ب 1800 لكن في اسعار معقولات. وكيف الربعيات هذه 800 معقولة. كما تجولت قناتنا داخل سوق الأضاحي بالبيضاء لرصد أجواء السوق هذا العام مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تحولت ساحة السوق البلدي إلى سوق للأضاحي المحلية في ظل غياب الأغنام المستوردة، إضافة إلى أكياس الحطب المحلي وأدوات الذبح والشواء. وأشار المواطنون إلى تراوح أسعار المواشي بين 900 و1400 دينار، ويرى البعض أن هبوط الأسعار عن المتوقع جاء بسبب خوف تجار المواشي من عدم البيع بسبب الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد. بالنسبة للأسعار في السوق في متناول الجميع، يعني باش ما يقول المواطن ياخذ، يعني 800 تاخذ، ب 1000 تاخذ، ب 1200 تاخذ، على قياس فلوسك تاخذ، يعني ما فيش يعني
يعني اسعارنا عن سنه يعني معقول، يعني معقول جدا جدا يعني. نار نار على ما الله لا يدنا النار. حتى الشعير غالي 1300 و800 مريض يعيد بينير يقدر انا عليه واحد، والعرب مقدين هالصكوك وياخذوا بينير ملحوا العرب اللي وراهم يا رجل عطوا الناس اللي عراهم غلا والله. ارتفاع الاسعار السعي مكلف، يعني السعي هذا له 6 شهور عندنا نعلفوا فيه، والسعي هذا يعني العلفة غالية، العلفة 120 جنيه والرعية غالي، الراعي ب 1200 جنيه اللي يرعى مع السعي، واسعار غالية من حتى التاجر اللي شاري السعي من فترة 3 شهور 4 شهور واخذه ب 1000 و 1200. إلى سبها حيث يواجه مربي المواشي هناك العديد من الصعوبات في تسويق مواشيهم هذا العام بسبب ارتفاع تكلفة التربية على خلفية ارتفاع سعر الألعاف الحيوية، وهو ما يتسبب في عدم الإقبال على الشراء بذات الزخم الذي يرجونه، من بينهم العم صالح الذي سنتعرف عن الكثير من التحديات التي تواجهه كغيره من المربين في تقرير مراسلنا عبد المنعم الجهيمي. يواجه العم صالح الكثير من المصاعب هذا العام، فهو يربي المواشي منذ أكثر من 30 عاما، غير أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاع تكلفة التربية وبالتالي ارتفاع أسعار الأضاحي وعزوف البعض عن الشراء بذات الزخم الذي عاهده العم صالح سابقا. تكلف والله في اللي الرأس في السنة يتكلف عليه قريب 2000 عليه والله الرأس الكبش تكلف علاف وخبزة وتكلف جميع الخرطان كل شيء توا غالي. الناس دابنا واحد ما يساعدهم المساعة هذه ما كان نقدر نساعد، لكن الشيء راهو غالي البلاد توا والله، كل واحد حسب قدرته نحن نحطه كل إنسان حتى أغل كل ما في مشكلة، الغنم أغل الغنم الأناتي والكبش كلها حسب قدرته نحطه 1000 كل عندنا فوق شوي عندنا كل شيء كلها إن شاء الله. أحاديث المربين ومجالسهم يسودها القلق من سوق هذا العام الذي لم يختلف كثيرا عنه في العام الماضي، فارتفاع أسعار العلف وتذبذب الكهرباء ألقى بظلاله على تجارة المربين ويضع أمامهم صعوبات مختلفة لتسويق أغنامهم. زمان جميع المأكولات رخيصة والمساعدة السعي رخيص، وتو جميعا حاجة غلية كل شيء غلي والسعي زاد غلي يا ودي يكلف. كان تحسب عليه الراس في الشهر يكلف 50 جنيه، كم 50 في 12 شهر يا حوالي 1600 جنيه. أبدأ من الألف الكباش من الألف وما فوق، النعاج من 600 700، من 700 والله. مع ذلك لن تتضح معالم السوق هذا العام حتى آخر يومين قبل العيد، نسبة كبيرة من السكان يفضلون التريث في شراء الأضاحي حتى قبيل العيد بساعات، عندها تتضح صورة السوق وتنتعش آمال المربين، وهو ما ينتظرونه هذا العام أيضا. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيم سبها. كما سجل سوق الزنتان للأغنام انخفاضا في أسعار الأضاحي حسب تصريحات عدد من المواطنين القاصدين للسوق، فالأسعار هذا العام تعتبر أقل نسبيا من العام الماضي، فكثرة الأغنام وقلة الطلب أجبرت التاجر على تخفيض الأسعار، كما شهد أكبر أسواق الجبل الغربي انخفاضا نسبيا في أسعار الخضروات وإقبالا شديدا على الشراء قبيل عيد الأضحى المبارك. المزيد في هذا التقرير. أجواء مبشرة بالخير بالرغم من كل المعرقلات التي وقفت في وجه التاجر الليبي وقلة دعم الدولة له نتيجة الأوضاع التي حالت دون ذلك، فهناك حالة شرائية جيدة باتت تسود الأجواء العامة، فرغم أن اعتماد التاجر بات متعلقا باستيراد الأغنام وهذا ما زاد العبء على كاهله، إلا أن الواقع هذا العام فيه مؤشرات تنم عن تحسن الأوضاع بصورة عامة. ضحي من ال 800 دينار الى 1400 ضحي، والاسعار باهيه والسعي متوفر الحمد لله. فيه اللي يسوى 1005، فيه اللي 1006، فيه اللي يلقى حتى بال7، فيه اللي يلقى بال600، حسب قدره الواحد يقدر يعيد. على العموم الوضع يعتبر مطمئن حاليا، الاعداد الاغنام كثيره
والناس ما زال ما عيدتش، مش كونها مش كلها ما عندهاش، لكن تنتظر في آخر يوم ربما يقول لك في فرصة، في فرصة أن ترخص الأسمان، والمربي قلق طبعا في الموضوع هذا قلق. ويعرف سوق الزنتان الشعبي بالسوق البراني للخضروات الذي يرتاده جل تجار المنطقة الغربية بسبب المساحة الكبيرة المخصصة لهم، إلا أن العزوف عن الشراء الذي مر به السوق في الأسابيع الماضية جعل انخفاض الأسعار ملحوظا نسبيا، مع أنها لا زالت فوق المتوسط بالنسبة لذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات الأساسية. الأسعار يعني باهية، تقدر تقول باهية، ما هيش غالية وما هيش باهية، مرفقة يعني الواحد. واستقبال الناس لعيد الأضحى المبارك أكثر فيها يعني زحمة. إن شاء الله الخبرة اليوم معقول شوية، معقول، ما هيش لا غالية لا رخيصة. وبالنسبة للإقبال في المرتبات، وما دام نزلت في المرتبات معناها الناس بتشري، لكن ما يبدأ المرتبات ما فيش، ما الناس تسحب هلبة. وهذا أجواء هاي ترى فيها الحمد لله في سوق توفر فيه كل شيء، وإن شاء الله ربك يهدي الأمور وتمشي الأمور إن شاء الله 100%. فالليبيون مصرون على أن تبقى فرحة العيد هي سيدة الموقف والمسيطرة على الوضع العام رغم جميع التحديات وصعوبة الظروف. هذا وشهد سوق بيع الأضاحي هذا العام ببلدية غات ركودا كبيرا من قبل المواطنين بسبب ارتفاع العرض وقلة الطلب، حيث تراوحت أسعار الأضاحي بين 800 إلى 1700 دينار. ويشتكي مربو المواشي من ارتفاع أسعار النقل بين مدن الشرق وشمال البلاد إلى المنطقة الجنوبية وغلاء أسعار الأعلاف والوقود ببلدية غات، بالإضافة إلى عدم توفر الأدوية الخاصة بالمواشي وبالأسعار المدعومة في السنوات الأخيرة. متوفر الضحايا يعني في متناول الجميع، الضحايا من 700 في البركت لعند 1400 1500، وما شاء الله يعني لعند توا قبل لما جينا السنه زي مثال على العيد ممكن 5 6 ايام تلقى ممكن الزرايب كلها فاضيه، لكن السنه هذه ما شاء الله الضحايا كاتره، وفوق من هذا السيوله كاتره ما شاء الله، يعني ما فيش حد خداء بالصك المصدق، كل الناس خدت نقدي. يعني السنه هذه بامانه السنه هذه خير من السنوات اللي فاتت. الايجارات وعدم الوقود في الجنوب اصبح يعني احنا السنه ما جبناش حتى اضاحي للناس، يعني تكفي ما استطعناش نجيبوا حتى يعني اضاحي بالعدد اللي يكفي. يعني في السابق كنا نجيبوا اضاحي وتباع باسعار رخيصه جدا في حدود 800 الى 850 الى 750، السنه هذه يعني جبنا اضاحي يعني عدد قليل ويتراوح سعرها بين 1250 لغايه 1700 بسبب غلاء الاسعار. إلى ذلك استلم المجلس البلدي لبلدية وادي عتبة 117 رأسا من الأضاحي الوطنية مقدمة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. هذا وتستهدف الشحنة التي تزامنت مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الأسر ذات الدخل المحدود من مختلف مناطق بلدية وادي عتبة، والذي سيتم توزيعها من قبل مختاري المحلات. هذه شحنة حصة بلدية وادي عتبة كما قلت 117 خروف، ستقسم على مناطق البلدية التسع بحسب النسبة السكانية. الآن طبعا تم إبلاغ مختاري المحلات وتم التأكيد عليهم أن هذه الشحنة هذه الخروفان توزع على المحتاجين فعلا، وخصوصا محدودي الدخل الذين يستطيعون الأضحية، لكي تكون عون لهم وتكون هدية وصلت لمحلات. تحت رعاية جامعة عمر المختار تسير كلية الطب البيطري والمستشفى البيطري التعليمي قافلة مجانية تحت شعار حملة المرحوم رافع الكاسح البيطرية، التي انطلقت بمشاركة العيادة البيطرية المتنقلة، وتهدف إلى دراسة الأمراض وإجراء البحوث العلمية لتجمعات قطعان المواشي من كافة المناطق والمدن، بالإضافة إلى إرشاد الأطباء البيطريين حديثي العمل بالمجال البيطري وتدريب طلبة الدراسات العليا، مع تقديم إرشادات صحية للمواطنين ليتعاملوا مع الأضحية قبل وبعد الذبحة. الهدف من هذه القافلة وهي
عدة نقاط أساسية. الهدف الأول فيها اللي هي إيضاح دور الطبيب البيطري داخل المجتمع بحكم أنه خط الدفاع الأول لصحة المجتمع قبل أن يكون خط الدفاع بالنسبة لصحة الحيوان. أيضا تستهدف هذه القافلة اللي هم طلبة الدراسات العليا للحصول على العينات المباشرة من الحقل دون الظهور إلى اللي هو الحقل الميداني. كما تستهدف هذه القافلة أيضا العينات التي يأخذها الطلبة أو أعضاء التدريس أو الباحثين من الحقل المباشر، واستهداف الأمراض اللي موجودة في الحقل الذي يجتمع فيه الطرفين. وليست أسواق الأضاحي وحدها التي تنتعش خلال موسم عيد الأضحى المبارك، فأسواق الخضار كذلك تشهد نشاطا تجاريا واسعا وتكتظ بالمبتاعين قبل أيام قليلة من العيد. كاميرا قناتنا كذلك جابت أسواق الخضار في عدة مدن واستطلعت آراء المواطنين حول الأسعار ومدى ملائمتها لأوضاعهم المادية. موسم العيد هذا ما هناك شيء، كلنا بالنسبه للخضره غالي، الغنم اعظم بال 2000 بال 3000 بال 4000 الخروف، الناس ما تقدرش تاخذ الاضحيه بك، لا مصارف لا فلوس مصارف لا فيه اي حاجه تذكرها ما فيه، وكل شيء غلى نار، الناس ما تقدرش السنه تضحي بك من قلة القرش والمصارف والحسابات ما فيه شيء، كل مسحوبات ما مخلين شيء بتاع المحلات الجملة دايرين حقهم. والله الأسعار معقولة يعني الحق يعني باهي معقولة كويسة تمام. المصرف تم يصرف فيه 2000 دينار. ايه فيه شهادة الحق فيه، تحط شيكك كان فلوسك في مرتباتك نزلت يعطوك نعم لغاية ال 2000 دينار. نؤشر على الخضروات يوم الجمعة في سوق الخضرة سرت، الأسعار مناسبة والأسعار كويسة من جميع الجوانب، فهمتوا؟ فعلا هي تسكير الطريق غلط شوية لكن ما هيش هذيك الغلاء يعني كويس، الحمد لله هو موجود كل حاجة وناحية المصارف كويس، حتى هم يعطوا في مبالغ كويسة 2000 دينار لكل عائلة وأمورهم كويسة يعني. يوجد عزوف قليل من المواطنين على البضائع نظرا للي هو فيه غلاء نسبي في الاسعار، نظرا ممكن حتى لقله السيوله وقله حتى الغلاء السعر البنزين في هذا الوادي. نهايه النشره وهذا تذكير بابرز عناوينها. في حصيلة غير مسبوقة ليبيا تسجل ازيد من 4000 اصابة بكورونا. خلال اجتماع موسع دبيبة يقف على استعدادات وزارة الصحة خلال عيد الأضحى وخططها لمجابهة الفيروس. ووسط تفاقم الوضع الوبائي انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في البلاد. وتابعنا في نشرتنا أيضا المفوضية الوطنية للانتخابات تتعهد للليبيين بتحقيق استحقاق 24 من ديسمبر. وبذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الرابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الانترنت libiaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله.